قالت مصادر مطلعة أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعتزم الكشف عن معلومات رفعت عنها السرية حديثا لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة قبل تسليم السلطة لإدارة بايدن. انشغل اللبنانيون خلال الساعات الماضية بتسجيل سرب من لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشيل عون برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتناول مصدر تأليف الحكومة الذي لا يزال معلقا فيما البلاد غارقة بالأزمات. وبدا في التسجيل المصور عون يتهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالكذب. بيقول عطاني هو بكذب، انا متصل بكذب وانا زي ما تشغل هيك خاصة ولا راح في الاختيار.